أعلنت قوات الأمن في زيمبابوي عودة الوضع إلى طبيعته في البلاد بعد التدخل العسكري في منتصف نوفمبر الذي أدى إلى استقالة الرئيس روبرت موغابي. وقالت المتحدثة باسم الشرطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الجيش في هراري إن أجهزة الأمن تؤكد عودة الوضع إلى طبيعته إثر أداء اليمين التاريخية لرئيس جمهورية زيمبابوي إيمرسون دامبوزو مننغاغوا.